مع اقتراب موعد آخر محطات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، باتت الأمور أكثر تشويقاً من أي وقت مضى، ولكن ثمة قلق يلوح حول قدرة بايدن وترامب على استكمال السباق أو الولاية الثانية حال الفوز بالانتخابات، خاصة في ظل تقدمهما في العمر. لحظات من التلعثم ظهرت على المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة التي جمعته بترامب، أثارت تساؤلات عن الموقف الدستوري إذا لم يتمكن المرشح من مواصلة حملته الانتخابية. وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية، تبحث حملة بايدن خيارات عدة من بينها التنحي بعد أدائه في المناظرة، ونظراً إلى أن الرئيس الحالي حسم بطاقة الحزب الديمقراطي للترشح للرئاسة، فإنه من المرجح إذا قرر الانسحاب أن يعلن الحزب عن بديل خلال المؤتمر العام المقرر أغسطس آب المقبل. ويظهر اسم نائبة الرئيس كامالا هاريس باعتبارها مرشحة بقوة حال انسحاب بايدن، في حين يختلف الوضع في الحزب الجمهوري. فإذا عجز ترامب عن استكمال سباق الانتخابات، فقد يشهد الحزب انقساما فوضويا، خاصة أن نيكي هيلي وهي المنافسة الرئيسية لترامب في الانتخابات التمهيدية لا تحظى بالدعم الكافي. وتختلف آلية اختيار البديل حال الانسحاب بعد عقد المؤتمر الحزبي المنتظر خلال أسابيع، إذ تتولى اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي ملء أي منصب شاغر بعد مشاورات بين رئيس الحزب والحكام الديمقراطيين وقيادات الكونغرس، في حين يمكن للجنة الوطنية للحزب الجمهوري إما إعادة عقد المؤتمر الوطني وإما اختيار مرشح جديد بنفسها. قبل سنوات، وتحديداً في عام 1968، قرر ليندون جونسون الانسحاب بعد الفوز بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية، وأدى ذلك إلى عملية فوضوية لاستبدال السيناتور روبرت كينيدي به، ولكنه اغتيل بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا قبل أن يفوز هيوبرت هومفري بترشيح الحزب الديمقراطي في ظل أعمال عنف صاحبت المؤتمر الحزبي.